السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن برج الحوت، هنشوف فنجان برج الحوت، اخر الابراج، خاتم الابراج. يا رب يكون عندك خير ورزق وفرح وسعاده وهنا وكل اللي انت بتحلم بيه يا برج الحوت تلاقيه النهارده. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. انزل باللايك الحلو علشان بيرفع الفيديو بتاعك وبالتعليق الجميل اللي زيك، ونشوف مع بعض ايه الاخبار عندك الفتره دي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين اللي انتوا فيه؟ بسم الله. طيب صابرين صبر جبار الفترة دي على حاجات كتيرة، صابرين على ان انتوا مستنيين فرج، مستنيين فلوس، في صبر كبير عندكم، لكن في تواصل مع الشريك، في تواصل بينكم، تواصل مع الشريك، مع الحبيب، مع الزوج، الله اعلم، لكن في تواصل بشكل كبير جدا. شايفه ان الفتره دي ممله عليكم شويه، فيها بعض التغيرات، بعض الكلام، فتره يعني حاسينها ممله او حاسين بالفقدان. يعني في فرصه حلوه جايه لكم، لكن انتوا افكاركم مش متظبطه، طول الوقت سهرانين، طول الوقت بالكم مشغول، طول الوقت بتعانوا من بعض الضغوط، من بعض اللخبطة اللي في حياتكم. عندكم تيسير وانفراجات ماديا الفترة اللي جاية، لان انتوا بالكم مشغول قوي بالماديات، الماديات واقفة عندكم بسبب اللخبطة، مخلياكم مش عارفين تفكروا، مش عارفين تاخدوا قرار حاسم، ففي بعض الامور عندكم واقفة. عندكم رقم 9، رقم 9 ده بيديكم رمز الحاجة في حياتكم. شايف انه في عقبة انتوا يعني هتعدوها الفترة اللي جاية. العقبة دي كان يعني هي السبب في حالتكم النفسية الفترة دي، إذا كان في تفكير زيادة عن اللزوم أو خلاف حصل في أرض البيت عندكم، هي كانت السبب في عدم استقرار، في اللخبطة، في الحيرة، في وجع الأمور اللي عندكم، الله أعلم. بسم الله. طيب شايفة كمان إن هنتوا هنا في فترة إرهاق، في فترة تعب من كتر التفكير والسهر والضغط النفسي، لأن يعني الفترة دي فترة متعبة ليكم، لكن في بدء من جديد، هتبدأوا من جديد وهتبدأوا تقفلوا على نفسكم بيبان، وهتبدأوا من الصفر وهتحاولوا تتغيروا. ويعني لو انتوا بتدوا سركم حاليا لحد هتكتموا وتداروا، لو انتوا حاليا قريبين من حد هتبعدوا وهتكونوا لوحدكم، لان انتوا عايزين تقووا نفسكم بنفسكم وتشجعوا نفسكم على اللي في حياتكم. بلاش ثقتكم الزايدة في الاشخاص الغلط. عندكم موعد زيارة، كشف، في حاجة هتخليكم تخرجوا من البيت. مين الشخص الكسول اللي دايما عنده خمول وكسل، او دايما عنده ارهاق في جسده، مش عارف ياخد، مش عارف يقوم يعمل حاجة، زهقان من كل حاجة، حس ان الدنيا، حس ان هو جاي في وقت غلط، طول الوقت مفكر، يعني مقتنعين ان هم جايين في وقت غلط. في قوة او بمعنى طاقة ايجابية هتجيلكم، هتخليكم تخرجوا من الطاقة اللي انتوا فيها حاليا،
يعني اذا كان طاقة كسل طاقة خمول، زي ما يكون الطاقات اللي عندكم في امور هتستجد في حياتكم، هتخرجكم من اي حاجة انتوا فيها، ودي بقسمة كبيرة قوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. شايفة في مكالمة تليفون، مكالمة تليفون عندكم منتظرينها او قاعدين ومنتظرين مكالمة التليفون، ان في مكالمة تليفون عندكم هتجيلكم من شخص هيريحكم، شخص هيقول لكم على حاجة انتم مستنيينها او على حاجة فيها نجاح ليكم. هي مكالمة فرح. شايفة ان انتم عانيتوا او اتظلمتوا من كلام وقع عليكم وما كانش ليكم علاقة بيه. مين الشخص اللي قدامكم بوش ومن وراكم بوش وبيدعي دايما الطيبة وان هو بيحبكم وعايزكم بخير وكويسين وملايكة في الدنيا؟ عايزة اقولكم ان الشخص ده هتكتشفوه على حقيقته، هو من اقرب المقربين لحياتكم، بيتكلم في ظهركم كتير قوي وهتكتشفوه الشهر ده. على قد ما الامور هتتغير في الماديات، على قد ما انتوا قاعدين كده مع نفسكم في مشاحنات، في معاناة في حياتكم. البعض منكم دايما بيعاني من قلة الحق اللي الناس بتحكم بيه. الناس ما بتحكمش بالعدالة، فدايما بتعانوا من قلة الحق. هو انتوا حاليا بتعانوا من وجع في الظهر، وجع في المعدة؟ هو ليه المتجوزين شايفة ان في شمعة ما بينهم عاملة لهم حدود في التعامل؟ انتوا مش فاهمين، هو مش فاهم، في عدم استقرار ما بينكم شوية، لكن في حضور مناسبة هتحضروها والأمور هتبدأ تتيسر معاكم، الدنيا هتبدأ تستقر. المنفصلين بيفكروا كتير قوي في الماضي، ورغم ان انتوا بتفكروا في الماضي كتير، رغم ان انتوا عندكم عروض حلوة في حياتكم وعندكم حد هيجيلكم ويقول لكم انا مستعد ارجع ما بينكم وبين الشريك، وانتوا هتتحاولوا وتستغلوا حاجات كتيرة جدا بغض النظر عن اللي انتوا فيه، بس هتحاولوا هتظبطوا اموركم. عندكم شراء حاجات جديدة او نقلة من مكان لمكان، عايزاكم تبطلوا القلق والحيرة اللي انتوا فيها، لان القلق والحيرة اللي انتوا فيها دي عاملة لكم مخليكم كده مش مستقرين على حاجة، يعني مخلياكم خايفين من بكرة قوي، او خايفين من الناس اللي حواليكم. فانتوا في طاقة خوف، حرف العين والراء بيعملوا ايه في حياتكم؟ يعني ما هو ما فيش اي تفسير، لكن حرف العين وحرف الار اللي هو الرا يعني موجود في حياتكم بشكل كبير، وقاعدين ومتربعين. في نغزة في القلب بجيلكم، صداع، في شوية يعني من وقت للتاني. شايفة ان انتوا ماسكين السهم بتاعكم، ناويين ترموا على مين سهمكم او تصطادوا مين او تعملوا ايه، لان شايفة سهمكم منطلق لقدام، يعني السهم حاطينه اتجاه حد وناويين، ناويين مش على الانتقام لكن ناويين تاخدوا حقكم. هو في حد سحر لكم قبل كده؟
لان انتوا في سحر عندكم. كان في سحر عندكم اهو، سحر مرشوش، وده سبب وحصل الانفصال بينه وبينكم وما بين الشريك، لكن في رجوع والمشكلة اللي كانت بينكم هتنحل وهيبقى في تحسن اكتر من اللي انتوا فيه. في بشرة خير جاية لكم، اذا كانت بشرة محكمة، بشرة نقلة من مكان لمكان، بشرة الله اعلم، لكن في بشرة خير هتوصل لكم. برضو ظاهر لكم راجل كبير، الراجل الكبير ده هيقف ليكم في موضوع معين انتوا كنتوا عايزين تتمموه، وهو هيرفض رفضا تاما وهيقف ان هو ان الموضوع ده ما يتمش. يعني انتوا يعني هو مش حاجة انتوا هو مش هيقتنع بيها، ممكن يكون حكم سنه او حكم تفكيره، فمش هيقتنع بالحاجة اللي انتوا عايزينها. مين الشخص اللي عمالين تدعوا عليه؟ شخص كده عمالين تدعوا عليه، ظلمكم، اكل حقكم، انتوا عمالين تدعوا عليه تحاسبينه فيه، لانه كان سبب رئيسي في اللي انتوا فيه حاليا. كان سبب رئيسي ان انتوا تفقدوا حاجات كتيرة في حياتكم، كان سبب رئيسي في وقف الحال اللي عندكم حاليا. هو انتوا بتحبوا العصافير، بتحبوا تربية حاجة معينة في حياتكم، قطط، كلاب، حاجة بتحبوا تربوها، لأن انتوا قاعدين في وسط حاجة انتوا بحبين يعني بتربوا فيها حاليا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، قعدتوا قاعدة ولا لسه ما قعدتوش مع واحدة ست، يعني هي بيضة وملامحها حلوة وشعرها ناعم، يعني هتستكتر عليكم النعمة اللي هتكون جايلكم من الناحية العاطفية، لان هي بصلكم بصة غيرة، يعني هتبصلكم بصة غيرة، فبالاخص دي ما تخليهاش تعرف حاجة عنكم في العاطفة بالاخص، ان هي قاعدة ومتربعة ومستنية حياتكم العاطفية تتظبط، علشان يعني انتوا تحسوا اصلا فيها حاجة غلط. في ست كبيرة دايما بتدعي لكم بالامان وبالاستقرار، دايما بتدعي لكم بالحب، بتدعي لكم ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، بتدعي لكم ان ربنا يوفقكم، دايما الست دي بتدعي لكم، يعني عماله تدعي لكم بشكل كبير قوي. طيب، حان الوقت ان انتوا تغيروا من الحاجة اللي انتوا عايزين تغيروا منها. شوف انتوا عايزين تغيروا ايه. البعض منكم عايز يغير تفكيره، البعض منكم عايز يغير لبس، لان في شراء حاجات جديدة. اللي عايز ينزل يشتري هدوم، ده وقت مناسب جدا لشراء الهدوم. لو انت والراجل، ده وقت مناسب ان انت تستثمر، ان انت تجاهد في حياتك بشكل ايجابي، لان في امور هتبقى حلوة ليكم ولحياتكم باذن الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في نقط كتيرة في حياتكم مش مفهومة، نقط كتيرة محتاجين انتوا اصلا ليها تفسير، حاجة كده يعني عايزين تفسروها لكن مش عارفين. عايزاكم ما تستعجلوش ابدا في اي حاجة، يعني مش في يعني مش ما تستعجلوش في حاجة تحسين ان هي مش مريحاكم، يعني حاول ان انتوا تكونوا كده انضج شوية. في مفاجأة حلوة قوي، والمفاجأة دي هتجيلكم بعد غلطة هتغلطوها او غلطة انتوا حاليا غلطتوها وندمتوا عليها، ففي امور حلوة جاية لكم هتشيل عنكم الهم، هتشيل عنكم العين، هتشيل عنكم الامور اللي انتوا حاطينها ببالكم ودايما ايه راسمين حياتكم عليها، ففي امور هتتغير عندكم والامور دي هتكون من صالحكم. شوفوا انتوا ناويين على ايه، شوفوا انتوا عايزين ايه، ما هو ده بناء على اللي انتوا عايزينه هتلاقوا ربنا كريمكم بيه. فالفترة اللي جاية هيكون في تيسيرات حلوة. اتمنى لكم السعادة، اتمنى لكم الهنا، اتمنى لكم الرزق، اتمنى لكم كل ما هو جميل من اجل عيونكم الفترة اللي جاية. دايما خلي عندكم ايمان في قلبكم ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبكم وتكون عجبتكم ونالت اعجابكم. ما تنسوش اللايك الحلو والتعليق الجميل. تحياتي ليكم.